ديالك، دايره لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا دائما على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم البنات وبعض الاخوات قالوا لنا عاملين لنا شي وصفه اللي خاصه بالتجاعيد البشره، والتجاعيد اللي كيكونوا مهم، التجاعيد اللي كتكون حول العينين وبين الشفتين وفي الوجه كامل. يعني هذه الوصفه هذه صالحه للبشره بالكامل، وصفه زوينه بزاف البنات وفي المتناول ديالكم الاهم، واهم حاجه ان المكونات ديالها رائعه ثم رائعه للبشره وزوينه بزاف 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 بزاف. تابعوني البنات وغادي تعجبكم هذه الوصفه، الا داومتوا عليها راه غتعجبكم بزاف بزاف. اول حاجه انها كتحيد لكم التجاعيد اللي هي اهم حاجه، وثاني حاجه كتصفي لكم البشره ديالكم وتصلاح البشره الجافه في هذا الوقت، هذا وقت الشتاء البنات، البشره ديالتنا كتنشف لينا بزاف بزاف. وهذه الوصفه تغنوا على كثره الكريمات اللي خاصه بالبشره بالتجاعيد وبجفاف البشره. يلا الغزاله تاعتي نوريكم المكونات على بركه الله. اول مكون عندنا واهم مكون بنات وهو فازلين. فازلين في الدور ديالو انه غادي يرطب لينا البشره ديالنا، وحتى هو كيحيد لكم التجاعيد من البشره ديالكم. زوين بزاف فازلين البنات، هذا اضعف الايمان اللي لا ما كانش عندكم اي كريم ممكن انكم تدهنوا بفازلين في الليل. يعني ما كنقولش لكم انا في النهار، يعني هذا الكريم هذا غتوضعوه غير في الليل، لان الفازلين شويه ميدم البنات دهني بكثره، يعني استعملوه بالليل. يعني ملي تبغي تنعسوا تخلدوا للنوم ديالكم عملوا واحد بعد قطرات او بعد القليل وتعملوه على البشره ديالكم. ولكن اليوم حنا غنخلطوه مع مكونات اخرى وزيوت اخرى زوينين بزاف البشره. اول مكون عندنا وهو فازلين. ثاني مكون عندنا البنات وهو عندنا البنات الجزر. بزاف البنات ما كيعرفوش المنافع ديال الجزر. الجزر البنات اول حاجه كيفتح لكم اللون تاع البشره ديالكم، وكيعطي واحد النضاره واحد البريق في البشره. زوين بزاف البنات، ماشي خير للبشره حتى للشعر ديالكم وللصحه ديالكم. وانا مني كان البنات كنهضر لكم على الوصفات اللي خاصه بالشعر وخاصه بالبشره، راه اهم حاجه هي التغذيه البنات. خاصكم ضروري انكم تكون التغذيه ديالتكم سليمه 100% وتشربوا الماء بكثره، بالرغم انني كنقول لكم شربوا الماء بكثره، وانا من النوع اللي ما كنشربش الماء بكثره. يعني مهم انا كنصح بشرب الماء البنات بكثره. ثاني مكون وهو الجزر. ثالث مكون البنات وبالاخص غزال بزاف للبشره الجافه، لان سبب التجاعيد وهي جفاف البشره هو زيت جوجوبا. زيت جوجوبا البنات زوين بزاف للتجاعيد البشره، وكتعطي واحد اللمعه في البشره ديالكم وكترطب لكم البشره. كما شفتوا انني كنستعملوا لكم بزاف لا على الشعر لا على الوجه ولا على جميع الوصفات تقريبا كنعمل فيهم زيت جوجوبا. زوين بزاف البنات، وانا ما كن من محبين هذا الزيت، هذا غزال غزال غزال. رابع مكون البنات دابا كنجبد وهو زيت جيل الوفيرا. جيل الوفيرا البنات هو هذا، ممكن انكم تستعملوا الطري الا كان عندكم متوفر عندكم البنات الطري احسن حاجه. الا ما كانش عندكم متوفر ممكن انكم تستعملوا هذا الكريم هذا تاع جيل الوفيرا، حتى هو محتاجينه في هذه الوصفه هذه. واخر مكون البنات عندنا وهو مايزينا. مايزينا البنات هو هذا، راه معروف النشا الذره، حتى هو غنوضعوا منه واحد ملعقه اللي هي صغيره جدا، باش الجزر البنات بعد ما حكيتو استخلصت منه الماء ديالو. كما كتشوفوا استخلصت منه الماء، دابا غادي نوضعوا فيه هذا الماء، ماء الجزر، ومن بعد غادي نديروا فيه نصف ملعقه صغيره من مايزينا. هاد القدر البنات، غير القليل غير القليل البنات، وغنوضعوه هنا غنخلطوا. غادي نديرو فوق النار حتى يعقد لنا القوام ديالو، ورجع لكم. هذه الكريمه البنات كما شفتوها دابا وضعتها في هذا الاناء هذا. دابا غادي نوضع تقريبا البنات واحد 10 قطرات من زيت الجوجوبا، غادي
سبعة عشرة. درت هنا 10 قطرات من زيت جوجوبا. دابا غنوضع نصف ملعقة ديال الفازلين البنات، ملعقة من الفازلين هاد القدر هذا، وضعت ملعقة من الفازلين. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيف تقريبا البنات ملعقة من جيل الوفيرا. هادو هما المكونات، وغنخلطو غير بشويه حتى ينسجم لينا هادشي مع بعضياتهم. ما تعملوها البنات لا في حمام مائي لا في حتى شي حاجه، ها بهذه الطريقه راه غادي يتخلط مع بعضياتهم. ها انتما البنات راه بدا كيتخلط. انتما يعني هذه الكميه راه قادكم مده اسبوع، ما تخليوهاش اكثر من هذا الوقت هذا، يعني اسبوع فقط لا غير البنات، لان عامل فيه الجزر، الجزر غادي يفسد ليكم. فين غادي نستعملوا هاد الوصفه؟ غادي نحطوها في المبرد، يعني غادي نديروها في الثلاجه. ولا كان عندكم الجو بارد بلا ما تستعملوه يعني في الثلاجه. هذا هو الشكل تاعو البنات، هذا هو الشكل تاعو. دابا غتوضعوه في اي قنيه اللي متوفره عندكم، وندوزو دابا للطريقه كيفاش غادي تعملوها الوصفه هذه. دابا البنات الى الطريقه ديالتها، يعني بعد ما تنظفوا البشره ديالكم وتحيدوا جميع الرواسب اللي فيها والماكياج ديالكم، غسلوها البنات ونظفوها مزيان 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 مزيان، ما تخليو فيها حتى حاجه ديال الماكياج. ومن بعد غادي تشدوا بعض القطرات البنات، يعني تاخذوا واحد شويه هكذايا، وغادي توضعوه على البشره ديالكم وديروا واحد المساج اللي هو خفيف جدا جدا جدا، يعني تعملوها تحت من العينين ديالكم وفي الوجه ديالكم بالكامل وحتى العنق. ولا كان عندكم البنات تجاعيد في الايادي ديالكم حتى هما عملوها ليهم. وكما شفتوا ان الكريم ما كيبقاش زعما الرواسب ديالو ما كتبقاش، ودغيا كيتشرب البنات في البشره ديالكم، راه ما غاديش يبقى لكم نهائيا على سطح البشره، البشره ديالكم غير تشربوا. هانتوما كيما كيبان لكم، وبقاو ديروا هكذايا البنات مساج كيما بحال هكا في البشره ديالكم على الوجه ديالكم، حتى تدخلوا هذيك جميع المكونات يدخلوا. كما شفتوا البنات انها تشربت لكم في البشره، غير جربوها البنات راه زوينه بزاف 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 بزاف، راه من الاسبوع الاول غتبان لكم النتيجه، يعني التجاعيد اللي حول العينين راه ما كيبقاش لكم في البشره ديالكم، ما كيبقاش لكم. معذره البنات بزاف 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 من صوت الابنه ديالتي، راه مخليها حدايا كتشوف فيا وكتي باغا تجي عندي. قلتي تما قلت لكم البنات عادي شنو كنتلف ملي كنبدا نهضر مع الاولاد تاعي، كنتلف ما كنعرفش شنو كنقول. من الاسبوع البنات الاول غادي تبان لكم النتيجه، جربوها وردوا عليا الخبر، جربوها البنات وردوا عليا الخبر. وهاوجيها وجهكم البنات الا بقاو عندكم التجاعيد، وغادي البشره ديالكم غتولي رطبه وزوينه كبشره الاطفال. هذه الوصفه تاعت اليوم، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم. كون انني لبيت طلب بعض الاخوات اللي قالوا لي عملوا لنا وصفه للتجاعيد البشره، عملتها لكم. وهذا الوصفه البنات راه خاصه بالتجاعيد وبنضارة البشرة والصفاء ديالها، وثالث حاجة انها كترطب لكم البشرة ديالكم كما شفتوا انها كتولي يعني الايادي
والبشره رطبين البنات كتحسي وكتشرب، ما كتبقاش البنات على سطح البشره نهائيا. معذره منكم البنات، المعذره منكم، ولكن معليش حتى هي دخلناها في اليوتيوب ودخلناها في الصوت ديالها. واخا عليك، يلا غزاله ساعتين موت عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله. وكنتسنى الاقتراحات ديالكم بفارغ الصبر، اشنو كتحبوا الوصفات اللي كتحبوا. اكيد غادي نعملوا البنات مع بعضياتنا مشروبات ساخنه ان شاء الله لانقاص الوزن، لان اختكم زادت في الوزن بكثره بسبب الرضاعه. انا من النوع اللي ملي كنبدا الرضع كنزيد في الوزن، واكيد غادي نبدا ندير واحد المشروبات اللي هما كنت كنستعملهم شحال هذه وغنرجع لهم لانقاص الوزن، وغنشاركهم معاكم ان شاء الله. يلا غزاله موت عليكم، يلا نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في امان الله. نقلق من رزقي لاش هو الخالق يرزقني، انا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش ولا خالق يرزقني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. انا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. انا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. انا لا 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 لا